النظام الغذائي بقى اللي المفروض نتبعه علشان نقلل من فكرة تعرضنا للسرطان والعياذ بالله يعني. ممكن ان احنا نقول اولا ان احنا نبعد عن الاكل المضر اللي هو العالي الدهون، المقليات، الجانك فود، وبعدين نحاول ندخل في حياتنا الاكل اللي هو المفيد، اللي هو بيبقى فيه مضادات للاكسده عاليه جدا بتقلل من نسبه حدوث السرطان او الامراض عامه في الجسم. الاكل ده اللي هو زي الخضار، اللي هو زي البروكلي، الارنبيط، زيت الزيتون، الافوكادو، المكسرات، التفاح، البرتقال، كل الحاجات دي بتقلل جدا من الريسك بتاع الكانسر عموما والامراض كلها. طيب نرجع تاني بس لحته الكشف المبكر ده، عشان برضو بيبقى فيه اقاويل وتخوفات. الستات بتبقى قلقانه من فكره، من حاجتين، هفول على نفسي اروح اعمل اشعه وانا ما عنديش حاجه ومش حاسه بحاجه، الحاجه الثانيه انا خايفه اعرف ان في حاجه، انا مش مستعده دلوقتي ان انا اواجه ده، خليني كده احسن لي. والحاجه الثالثه يقول لك التعرض للاشعه والتعرض للسونار وللماموجرام والحاجات دي ممكن هو اللي يسبب ينشط الخلايا السرطانيه. طيب خلينا الاول نبتدي بالجزء ده بتاع الاشعه انها ممكن تسبب. احنا عايشين في، يعني حوالينا في حاجه اسمها باك جراوند راديشن، يعني الاشعه اللي في الجو. فاحنا الاشعه اللي بناخدها من الماموجرام زي بالظبط لما ناخد الطياره من هنا ونسافر امريكا، نفس نسبه الاشعه بتاعت الفحص. غير كده احنا الاشعه اللي في الماموجرام تساوي شهر من الباك جراوند راديشن، احنا عايشين في اشعه حوالينا من الجو، من الارض وكده، فتساوي شهر من الاشعه دي. المسح الذري يعني الجسم، هي الاشعه دي بس مكثفه وكأن تعرضت لها لمده شهر. عشان انا بس عايزه اوريكي ان لو قارنا اشعه الماموجرام بالمسح الذري، المسح الذري يساوي 7 سنين من الاشعه اللي في الجو، قوته كبيره جدا طبعا. فالاشعه بتاعه الماموجرام قليله جدا، ما هياش مضره. وكانت طلعت ابحاث فعلا بتقول الحقوا ده، الماموجرام بيسبب الكانسر. ايوه حصل. يعني وفي بعض البلاد يعني ايه جت ورا الموضوع ده جدا زي كندا وسويسرا. بس انا عايزه اقول البلاد دي، يعني البلاد الاوروبيه كلها والامريكيه، بتصرف على الماموجرام انه يبقى مجاني للسيدات. فالهدف من وراء الابحاث دي كلها ان هم في الاخر يقولوا ايه، مش هنعمله مجاني. لكن ما منعوش وجود الجهاز، يعني ما هو الجهاز موجود. لو خطير مش كان هيتمنع. لو كان هو مضر كان اتشال، كان اتمنع. فهي كلها انا يعني اعتقد ان هي اسباب كلها بوليتيكال، يعني حاجات سياسيه وحاجات علشان يوفروا في الميزانيه الصحه او حاجه زي كده. لكن في الاخر ما منعوش الجهاز، ما زال الجهاز في امريكا بيستعمل ان هو سنويا للسيدات. في مصر برضو احنا عندنا بنعمله مجانا للسيدات لان عظيم. هو لا مش مضر بالمرة. طيب عظيم جدا. نرجع تاني بقى للاكل والحاجات الهيلثي او الحاجات المفيده اللي لازم ناكلها، وهتكلم عن الخضروات والفاكهه لانه كتير برضو بيتقال ان بعض الخضروات والفاكهه اللي بتبقى مرشوشه مبيدات بتؤدي الى السرطان. فهل الافضل انه الستات والبنات ياكلوا الاكل الاورجانيك اللي هو مش مرشوش او كده، مع مراعاه انه ده مش في متناول كل الناس، سواء توفره او حتى توفر الامكانيه الماديه للحصول على الاكل الاورجانيك؟ الاورجانيك اكيد افضل، لكن هو برضو فيه مبيدات، مش ما فيهوش، وفي مبيدات بس انواع تانية وانواع افضل، يعني مش مضره يعني زي الانواع العاديه. لكن هو مازال فيه. فهو اللي انا اقدر اقوله ان حتى لو الناس مش قادره تجيب الاورجانيك، ان احنا نغسل الخضار والفاكهه بفرشه، اوكي، تتغسل بفرشه. ممكن ان احنا نحط بيكنج باودر في الميه اللي هنحط فيها الخضار والفاكهه. وتالت حاجه، في حاجه بتتعمل اللي هي بنغلي الخضار والفاكهه وبعدين نحطها في ميه ساقعه. التلات حاجات دول ممكن يساعدونا ان احنا نتخلص من المبيدات. طيب السكر، ناس كتير بتقول السكر سبب من اسباب تعزيز الخلايا السرطانيه وتنشيطها، والسكر الدايت برضو في ناس كتير خوفت الناس منه وقالت، او ابحاث يعني خوفت الناس منه، اللي هي ماده الاسبرتام. الاسبرتام الاسبرتام. حضرتك دكتوره طبعا اكيد عارفه النطق صح. فدي موجوده في كل الحاجات الدايت برضو، يعني تخوفنا منها فكره انها ممكن تؤدي الى السرطان. ايه صحه المعلومات دي يا دكتور؟ بالنسبه للسكر المضاف،
السكر المضاف يعني طبعا مضر اكتر من السكر الطبيعي اللي في الفاكهه وكده، لكن هو مش بيسبب الكانسر، لكن هو بيسبب زياده الوزن. وزياده الوزن بتسبب الكانسر، فهي ليه علاقه بزياده الوزن اللي بتسبب الكانسر. بالنسبه للسكر الدايت الاسبرتيم، ال WHO منظمه الصحه العالميه طلعت بيان رسمي انه هو من اسباب الكانسر، ان الاسبرتيم ده مضر. فحتى دلوقتي بقت كل الشركات اللي بتستعمل الدايت شوجر ده ما بتحطش الاسبرتيم، في انواع كتيره تانية، وفي نوع طبيعي اسمه ستيفيا. وفي ابحاث لقت ان الستيفيا حتى بيبقى ضد السرطان، يعني بيقلل نسبه حدوث الكانسر. الستيفيا دي عشبه المفروض بيخرج منها السكر، بنعمل منها السكر. مظبوط. طيب احنا معانا على تليفوني دكتور امل، يعني عندها سؤال لحضرتك. الو يا امل، اهلا وسهلا بيكي. اهلا يا امل. الو، اهلا بيك يا امل. اهلا يا امل، اهلا بيكي. الو، سامعينك يا امل كويس. اتفضلي سؤالك لدكتوره امل، لدكتوره نوران. اتفضلي امل، احنا سامعينك كويس على فكره. طب ارجعي كلمينا تاني يا امل، معلش حاولي تكلمينا تاني من مكان فيه شبكه. طيب برضو عايزه اتكلم عن ارتفاع الكوليسترول في الدم والدهون الضاره والدهون النافعة، ايه الفرق ما بين الدهون الضارة والدهون النافعة وايه علاقتهم برضو بالسرطان؟ الكوليسترول مش بيؤدي للسرطان، لكن هو يعني ارتفاع الكوليسترول ممكن يؤدي الى امراض القلب بالذات. فاحنا عندنا الكوليسترول نوعين فعلا، الكوليسترول اللي هو الضار والكوليسترول الكويس. الكويس اللي هو اسمه HDL والضار اللي هو اسمه LDL. فالكويس ده بنبقى عايزينه يبقى عالي، اوكي، والدار طبعا عايزينه يبقى قليل. الكوليسترول الدار مشكلته ان هو بيترسب في الشرايين والاورده وبيضيقهم، فممكن يؤدي الى امراض كتير في الشرايين والاورده والقلب. والكوليسترول الكويس بيحافظ على ان النوع الوحش ده يبقى قليل، بيتخلص منه، بيرجعه تاني للكبد ويتخلص منه. فاحنا نقدر نخلي ان الدهون اللي هي الاكل اللي هو فيه دهون مش صحي، يعني زي الجانك فود والحاجات المقليه والحاجات دي نقللها جدا، الاكل السريع، الاكل اللي بيجيب المطاعم السريعه. والاتش دي ال نزوده بقى بالدهون الكويسه اللي هي زي اللي في المكسرات، زي اللي في الافوكادو، الحاجات دي كلها فيها دهون مفيده مش مضره. فنحاول دايما ان ده اللي يبقى موجود اكتر عندنا. عظيم. طيب هستاذنك يا دكتور، معانا مروه على التليفون. الو يا مروه. مروه اهلا يا أيوة. مروه اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي سؤالك لدكتور نوران. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك اكلم الدكتوره لو سمحتي. اتفضلي. معاكي يا استاذه مروه، اتفضلي. ماشي. ايوه يا دكتور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا مدام مروه مع حضرتك. اهلا يا مدام مروه، اهلا، اتفضلي. انا عندي 39 سنه حضرتك، ولسه من يومين كده قبل العيد ان شاء الله، يعني قبل العيد على طول باربع ايام حصل معايا مشكله، حسيت بحاجه كده في صدري والكيع. فروحت كشفت وكده، فعملوا لي فحص وقالت لي تقريبا الدكتوره غده لبنيه. فكتبت لي على مضاد حيوي، ممكن اقول اسمه عادي؟ مفيش داعي يعني. ماشي. مضاد حيوي 1 جرام، وكتبت لي على برضو علاج تاني اللي هو بناخده بعد الفطام. فالمهم مشيت عليه اسبوع لقيت حضرتك وكده، ورحت بقى كشفت تاني قلت لا لازم نعمل سونار. فعملت سونار على الثدي وكده، لسه اول امبارح عاملاها. تمام. والنتيجه طلعت حضرتك؟ نعم. نتيجه السونار طلعت؟ طلعت. انا من ساعتها قلقانه والله، ومش عارفه انام، فمش عارفه قلت لحضرتك تطمنيني. بشوف النتيجه ايه. طيب يا مروه، اتقال لك ايه؟ هو قال لي في اورام، في اورام على الصدر اللي هو الشمال اللي ما كانش اصلا في حاجه، يعني اللي هو اصلا حبيبه ولا ايه. قال لي مش يعني في اورام حميده، بس ما تقلقش، المشكله بقى كلها في الثدي اليمين حضرتك. قال لي في اورام بس مش باينه نوعها في الاشعه. فلو كده هنعمل رنين ولازم ترجع لاستشاره الجراحه. فرجعت له حضرتك، راح قال لي لا كده لازم ايه، ولا هنعمل ماموجرام ولا هنعمل رنين، كده حضرتك هناخد عينه. فانا قلقانه من العينه دي. طيب هو محدد لي ان انا اروح له الاسبوع الجاي، وانا مش عايزه اروح بصراحه، ناس خوفتني منها. طيب بصي يا استاذه مروه، يا مدام مروه، حضرتك قلتي انك بترضعي؟ انا لا لا، انا بنتي عندها 8 سنين. طيب عندي ولد وبنت. خلاص، فكان في غده، خدتي مضاد حيوي ما اتحسنتش، ورجعتي تاني قالوا لك الغده دي طلعت ورم حميد، والناحيه الثانيه في ورم هم مش متاكدين منه.
فقال لي لازم تعملي عينه. قال لي ما ينفعش رنين ولا مامو جرام لان كده كده ملهاش داعي، لو عملتي مامو جرام برضه. لو قلت له اعمل مامو جرام قال لي لا ما ينفعش. غير ان انا سني 39 قال لي لا ما ينفعش برضه هنحتاج عينه. ففي الاخر لازم نعمل عينه. هو انا قلقانه، ناس قالت لي العينه بتنشر المرض، فقلت اتاكد من الدكتوره. طيب بصي حضرتك، اولا لازم 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 تعملي ماموجرام. ليه؟ علشان السونار مش كافي انه يشوف ابعاد المشكله اللي عندك، خلاص. فلازم تبقى الصوره كامله، لازم تعملي ماموجرام والسونار مع بعض. تاني حاجه، لو فعلا النتيجه كان فيها شك بناخد عينه، اوكي، عن طريق الموجات فوق الصوتيه، بياخدها لك دكتور متخصص، تمام، تحت الموجات فوق الصوتيه بابره رفيعه كده علشان نعرف. العينه ما بتنشرش الورم. لو كانت في اي شك انها تنشر الورم ما كانتش كل الدول اللي هي بتنزل النشرات الدوليه المعروفه نزلت ان لازم ناخد عينه قبل الجراحه. فما تخافيش، هي ما بتنشرش الورم بالمره، ما فيش حتى شك 1%.